أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان
الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. ديوان حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أصبحوا بها كافرين
كفروا يفترون صدق الله.